اختياراتي بتعتمد على الجيد مش اسم الشركه، لان لو جينا نبص على اسماء الشركه ما في شركات لهم جوه قلبي حب كبير جدا، بس مش شرط اشتغل معاهم. حط 15,000 زياده في كل مكتب يا عم. الطماطم غليت، انت مش شايف الاسعار بتزيد ولا ايه؟ ماشي. هو كل الادوار دايما بقول يعني كل الادوار مولادك يعني، وكلهم تعبت فيهم، بس بنتين من مصر يعني عملته بكامل قوايا القلبية. أنا وصابة مبارك ما تقابلناش في التصوير، ولا حتى جات زارتني ولا رحت زرتها، يعني ما شفناش بعض. أنا صورت مشاهدي لوحدي، هي صورت مشاهدها لوحدها. هي كانت بتعتقد إن أنا شفت شغلها، وكانت بتعتبر بقى إن أنا خدت ميزة عنها، فأنا فاجئتها. هي اتفاجئت بقى إن أنا ما اتفرجتش، لأن أنا رفضت أتفرج، لأن أنا شهور وأنا بكلم واحدة في التليفون حتى مش هبقى شايفها، فكنت عايز أبقى طبيعي. لا أنت كده هتخليني أفكر أطلقك. وهون عليك بعد العشرة دي تطلقني؟ أيوة أطلقك. لا بلاش لو سمحت، أنا ما صدقت أتجوز. بلعب أخوها في فيلم الآخر، وكان أول مرة أشوفها كان يوم التصوير، لأن أيام البروفات كان في حد تاني أعتقد، بس اعتذروا. واتفاجئت بحنان قدام الكاميرا، هي حبيتها جدا لأنها بني آدمة بسيطة جدا، وكانت عارفة إن دي أول مرة أقف قدام كاميرا سينما وقدام أستاذ يوسف شاهين، حسيت إنها مراية ده، فعشان كده لها مكان حلو في قلبي جدا. لو رفضت تساعديني هفتح بطنك، وقبل ما تطلع روحك هقتل الجنين قدامك، أنت فاهمة؟ دي حياتي. حياة التانيين ما تهمكش؟ بس هو أنا معروف عني إن أنا سريع التفاعل مع زمايلي، يعني مفيش فنان حصل بيني وبينه إن ما كانش فيه هارموني. أبدأ من داليا البحيري أو رانيا، أو رانيا يوسف، عملنا مع بعض أهل كايرو، وعملنا في البدايات عملنا مع بعض فيلم قصير، يعني في تاريخ بيني وبين رانيا. نيلي كريم مسلسلين ورا بعض، وعملنا قبل كده مسلسل في سوريا. مش أنت بتقول عايز تعوضني؟ اللي أنت عايزاه. لقيلي بنتي زي ما لقيتني. أتمنى إن أنا أتقابل مع الفنانة يسرى في عمل، طبعا هيبقى شرف كبير. أنا بحبها جدا، لأن عمري ما قابلتها، يعني قابلتهاش كتير على فكرة، بس كل مقابلة ليها بحس كأنها بتعاملني على إن إحنا أصدقاء من زمان. طاقة إيجابية يعني أنا باخدها منها، مش من المقابلة بس، من الأفلام اللي بشوفها لها. يعني استاذ شريف عارفه ما اشتغلتش معاه، برضو الاستاذ مروان حامد مخرج مهم، اكيد اتمنى اشتغل معاه. كان لازم اختار بين امبارح وبين بكره، عشان هو ده الاختيار الوحيد، عشان تعيش يا سامح في حاجات كتير لازم تموت.